تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 83 ألف شخص ستعمق من الأزمة الاقتصادية حول العالم وستزيد من عدد الفقراء. هذا ما أكدته منظمة أوكسفام الدولية في تقريرها الذي حذرت فيه من أن الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا قد تدفع نحو نصف مليار شخص نحو الفقر. يأتي التقرير الذي نشرته المنظمة ومقرها نيروبي قبيل الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل، ويلقي الضوء على تأثير الأزمة على مستوى الفقر في العالم بسبب انخفاض دخل الأسر أو الاستهلاك. وخلص التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تتطور على نحو سريع أعمق من الأزمة المالية العالمية في 2008. يأتي التقرير في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة اقتصادية كبيرة بدأت مع تفشي فيروس كورونا وفقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم بعد أن أغلقت العديد من الشركات أبوابها تأثرا بالأزمة. هذه السيدة تنتظر دورها للحصول على نصيبها من المساعدات الغذائية في جنوب إفريقيا بعد أن تضرر الاقتصاد هناك بشدة من تفشي الوباء، ليقف عشرات الأشخاص ممن فقدوا وظائفهم أملا في الحصول على ما يسد قوت يومهم. بمجرد انتهاء هذه السلة سأضطر إلى التوسل إلى الناس للحصول على الطعام لأنني عاطل عن العمل، لكن إذا كان لدي عمل ما كنت لأقف هنا. وتسببت أزمة كورونا في شلل الاقتصاد العالمي وأصبح في حالة من الركود، إلا أن المخاوف تزداد من استمرار هذا الانكماش لفترة طويلة حتى بعد انتهاء كورونا.